السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الباحثين وطلبة الدراسات العليا. إحنا مثل ما نوهنا مسبقا إن شاء الله راح نشرح برنامج الهيك راس بلاي ليست كامل سميناه الأدفانس. بعد ما تتكامل هذه البلاي ليست بكامل تفاصيلها تقريبا نمسح الأولى، لأن كانت الأولى يعني very simple، فإن شاء الله هذه راح تفيدكم بكل تفاصيلها. مثل ما تعلمنا بالمحاضرة الأولى ضمن برنامج الهيك راس إنه إحنا نقدر يعني كيف نعمل داونلود انستول للبرنامج اللينك الخاص به. اليوم راح نتعلم شلون نسوي بروجكشن، يعني برنامج او مشروع جديد. بعد ما نفتح البرنامج احنا مثل ما نعرف مسبقا انه احنا مثلا كباحثين او مبرمج عندنا عده بروجكت، فالمفروض انت اي عمل تبدا به باي سوفت وير انه انت تتعلم شلون راح تنشئ بروجكت جديد خاص بالبرنامج. بعد ذلك البرنامج راح يتقسم الى عده اوبشنات، وانا سبق ونوهت لها بالمحاضره الاولى. اول خطوه راح نتعلمها ان شاء الله هي الراس مابر، فاحنا قبل ما ندخل بتفصيلات البرنامج اللي هي ضمن البري بروسيسنج، بعد ذلك البروسيسنج افتر ذات البوست بروسيسنج، راح نتعلم اول خطوه لازم نجريها انه احنا نسوي بروجكت. مثل ما تلاحظ هنا انه هسه الكل لحد الان زيرو ما عنده بروجكت، فاسوي بروجكت. إذا عندك بروجكت موجود تقول له أول، وإذا مو موجود تقول له نيو، تمام؟ فهسه هنا نيو بروجكت راح تنطي الاسم، تسمي على حسب المشروع أنت اللي راح تشتغل به أو تسميه باسمك. بالمناسبة الامتداد البرنامج هو البي آر جي، تمام؟ فتلاحظ هنا مباشرة مكتوب، فشنو الاسم اللي تنطيه يكتبه هنا بالكامل وينطيه الامتداد مالته بي آر جي. بعد ذلك تختار مكان الحفظ اللي راح يحفظ بكل ملفات العمل مثل ما نقول، وين تريد انت تحفظه. اذا انت تريد في مكان معين تختار هنا مثلا من السي غيره، اي مكان وين تريد تحفظه تقدر تختار المكان اللي انت تريده، تمام؟ من اليوزر غيره، وين تريد اي مكان انت تريد تحفظه، تريد تحفظه بالديسكتوب، تريد تحفظه يعني المكان اللي انت تختاره بالحفظ، تمام؟ مو شرط السي، تقدر تختار هنا اي فولدر. انا هسه مريض اخذنا بالدي مثلا، تمام؟ فانا سميت فولدر سميت الهيكراس لكتشر، فراح اخذنا به هنا ضمن الهيكراس لكتشر، اقول له بعد ذلك اوكي. لاحظ منه انطيته انه اوكي، تايتل نيم فاوند اوكي، لازم منه هنا احدده هذا الار بي جي، هنا انه انطيته اسمه الار، فالمفروض اعيد هنا من البدايه اتش اي ال اي اتش، لان ما اخذ الاسم. المفروض انا قبل ما اختار الاسم احدد المكان الخزن، تمام عيني؟ بعد ذلك اقول له اوكي، يقول لي ستارت نيو بروجكت وذ هاله دوت بي ار جي از ا فايل نيم، تمام عيني؟ وهذا الامتداد اللي خاص بي، فاقول له اوكي. لاحظ هسه تغير اول شيء شنو؟ ضاف لي اسم البروجكت وضاف لي الـ يعني مكان الامتداد مالته. اذا ارجع للفولدر اللي انا خازنه به، لاحظ هذا هو الفولدر موجود حاليا هنا، راح يخزن لك نتائج الملفات كلها به. هاي اول خطوه تسويها من البدايه، تمام عيني؟ هسه نرجع للبرنامج نفسه. البلان، طيب هذا ذني كلهم المفروضين، لا هذني ينملي تتابعيا بالبرنامج. من تكمل البلان مالتك الجيومتري راح ينملي، من تكمل الجيومتري حينملي، تختار استدي فلو او انستدي فلو راح تنملي الخواص، الديسكربشن للبرنامج للبروجكت. مثلا انا هذا البروجكت راح اشتغله مثلا على نهر الفرات سيدمنتيشن، او مثلا على هور الحمار ووتر كواليتي، فانطي ديسكربشن حتى انا خاف عندي بروجكت كثير حتى اعرف انه هذا البروجكت يتكلم عن هذا الموضوع. هذا الديسكربشن مالته، هذا الديسكربشن يعطيك فد انديكيتر انه انت تحفظ هاي الملفات على شنو استخدامها. فبعد ما تحدد تقدر هنا تختار الجيومتري يونت، هاي فقره كلش مهمه، بدي اقول لك هنا ان الجيومتري يونت الخاص بك انت هنا محدد اليو اس. تقدر اكو خيارات ثانيه؟ اي نعم اكو خيارات ثانيه، من ندخل على الجيومتري ان شاء الله راح نتعلمها. هسه بعد ما ثبت هذا الملف موجود والدليل، هسه اني اذا اغلق الملف الاستخدام بالكامل ارجع افتح البرنامج. انا البرنامج يعني خليت لانه شورت كات باسفل الستارت. بعد ما افتح البرنامج راح يفتح لي جديد، وكانه اذا تلاحظون انه ما طلع لي الاول، فشلون اني بعد يحتاج اسوي بروجكت جديد اذا ما عندي، اذا نفس المشروع انا اريد اشتغل عليه. انت تعرف مثلا هذا المشروع تاخذ عليه 4 أشهر 5 تعمل انت على نفس البروجكت، فشنو تسوي بعد ما يحتاج تسوي نيو بروجكت؟ تروح على اوبن بروجكت،
يعطيك الخيارات انت وين هسه. هنا انا اعطيك بالسي، انا وين خزنته بالبدايه بدي، فاروح على الدي موجود انا وين هنا أنا. تمام، هذا هو البروجكت، اقول له اوكي راح يفتح لي. تمام، هاي اول خطوه. بعدين راح ندخل ان شاء الله هسه نتعلم الجيومتري، جيومتريك داتا. من نحدد الجيومتريك داتا نشتغل بيها، اول شيء نحدده هو اليونت، راح ندخلها بالتفاصيل ان شاء الله، وهاي العمل يعني ناخذها بالكامل. فاول خطوه بالبرنامج هو انشاء النيو بروجكت. متى تنشئ النيو بروجكت راح يظهر لك هنا تفاصيله بالكامل. هذه الخطوات البقيه تمام تنمي لي بعدين بعد ما ناخذ كل هاي التسلسلات. هنا تقدر انه تحدد الفولدر اللي المكان المخزون به للبرنامج، انا تريده تسترجع له بشكل اولي انه تعرف مكان الخزن وين. ان شاء الله محاضره هذا اليوم تكون واضحه، راح نستمر على المحاضرات القادمه. اول موضوع راح ناخذه الراس مابر، وان شاء الله دعواتكم بالتوفيق انه نكمل هذه السلسله بكل تفاصيلها، لان وردتني اني كومنت كثير عن طريق يعني باحثين وكذلك موظفين بالموارد المائيه يعتبرون برنامج الهيك راس هو برنامج نمبر 1 عندهم، بيستخدمونه بكل تحليل تصميم ديزاين انلاين ستراكشر داخل النهر، اوت لاين لاترال ستراكشر، يعني سيدمنتيشن، ووتر كواليتي، تقييم نوعيه مياه. ويفضل لانه برنامج البيسك مالته هو فاينايت اليمنت، معادلات ساند بنت اكويجن تحكمه، تقدر تدرس الباك جراوند عنه بكتب الاوبن شانل كتاب تشاو تشابتر 14 يفصل لك هذه الامور بشكل تفصيلي اكثر. فالبروسيسنج مالته ما ياخذ وقت طويل، متطلباته ليست يعني كبيره جدا بالبدايه، وانما فقط تحضر الراس مابر، وراح ناخذ الراس مابر بالتفصيل ان شاء الله. نلتقي بكم ان شاء الله على المحاضرات القادمه، واذا عندكم اي سؤال او استفسار ضمن اي خطوه تقدرون تراسلنا ان شاء الله على القناه نحاول نجاوبكم، واذا المشكله تحتاج حل نسوي عنها فيديو وننشره ايضا. نلتقي بكم بالفيديوهات القادمه، دمتم بامان الله وحفظه.